الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله تبدو هذه الحشود ممتدة بامتداد الفرحة التي تكسو وجوه الحاضرين لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد بمدينة مأرب في جو من البهجة والفرح يتقاسمه المصلون كما يتقاسمون أجواء الحرية والأمان التي تنعم بها محافظة مأرب التي احتضنت اليمنيين بمختلف مناطقهم الجغرافية. حقيقة شاهدت اليوم الوجوه الطيبة، شاهدنا اليوم الابتسامات، شاهدنا اليوم الهدوء والأمن والطمأنينة في مدينة مأرب. نشكر رجال الأمن، نشكر رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على ترتيب مثل هذه الفعاليات الدينية، وحقيقة ما لاحظته في مأرب شيء يثلج الصدور. نشكر الجميع ونبارك للجميع هذه الانتصارات الطيبة. هذه الصفوف المصفوفة كالبنيان المرصوص تؤدي صلاة العيد في حشد يمتد لمسافة طويلة، يتبادلون التهاني والتبريكات ويرسلونها لأحبابهم ويعبرون عن سعادتهم بما يعيشونه من أجواء عيدية في مدينة أضفت للعيد سكينة واطمئنان وكانت بلسم جراح الغائبين عن بيوتهم وأهاليهم. العيد في مأرب يختلف عن بقية المحافظات، فمأرب تنعم بالأمن والأمان والحرية، يستطيع المواطن أن يأخذ راحته في كل شيء. فالعيد هنا غير محافظة التي فيها الميليشيا الإجرامية. حضور شعبي لحشود غفيرة من المواطنين ورسمي لقيادات عسكرية ومدنية وتبادل للتهاني وتشارك لمظاهر فرحة العيد. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب.